أهلي وسيم، شو صار معكم؟ مشي الحال. وأمل وينها؟ عند النكير وعم يزبط له وشها. عود لشو؟ ليه ما استنيتها وجبتها معاه؟ لك أخي هلا بس خلص تتصل فيه بالتليفون بروح بجيبها. بدها تطول؟ لا شغلتها ساعة زمان. شو وسيم؟ أنت متوقع إنه رح يمشي الحال معنا؟ هلا بتشوف بعينك. ادخل. ممكن؟ نعم مدام، شو بتريدي؟ بدي اياك. عفوا احترمي حالك، انت قاعده بدائره حكوميه. بدي اياك توكلي هالطلب اذا بتريد. طلب؟ طيب انت خليني انا براجعه بوكلك اياه وبتاخذيه من عند السكرتيره. ما بقدر، مستعجله كثير، لازم اخذه معي هلا. طيب خلص انتظريني بمكتب السكرتيره بس لبين ما ادرس الطلب. طلبي سهل، ما بده دراسة ولازم تكون حافظه عن ظهر قلب. قلب 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 وسيم وسيم، قلبي عم يعوي، قلبي رح يسلق. عم تقول لك طلبة سهل؟ سهل أكثر ما بتتصور. عفوا أرجوكي يا مدام، أرجوكي. متموزيل من فضلك. طيب ممكن يا متموزيل تفضلي تستنيني عند السكرتيرة لبين ما وكلك الطلب؟ لا 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 لا، ليش لا اطلع لبرا؟ اذا الشغله مو مطوله خليني هون قاعده مع الاستاذ لبين ما حضرتك توكى. اطلع. امل 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 درويش وسيم. حلو. معك سيجاره يا اسمك ايه؟ عم دخين. ولعلي. قلت لك ما عم دخين انا. باردون، فكرتك عم تقلي ما عندك دخان. سبقتني أمل هون. لو سمحت يا مدام تفضلي. بيت أنا موافق. يلي بدك يا موافق لك عليه. تفضلي. الله معك. ميرسي كتير. اكتب لك يا ولا حفظته؟ لا شو هذا؟ عنوان بيتنا. لا عفوا هيك طلبات ما بدها عناوين، نحن بناخذها بدون عناوين. بس طلبي أنا غير شكل. ايه طيب ماشي، لو سمحتي تفضلي احسن ما نادي للمستخدم مش حطك لبرا. درويش برافو برافو، عظيم عظيم عظيم. شو هذا برافو؟ انسه امل، انا متاكد انه حيكون لك مستقبل فني رائع. شكرا استاذ. يا حبيبي كمان انت اسمك امل. انا امل استاذ امل هواو يطيرك. يا امل سكرتيرتي شو عامل فيها؟ انا ما عملت شيء، المكير اللي عمل. خلك يا علي علي شهيد. عجبتك؟ بحكي بدي اياه. عجبتك استاذ؟ ما المهم تعجبيني الي، المهم تعجبي المخ. امسكوا لشو؟ ها هي مشهدك. يلا هي مشهدي. احفظوا منيح، بدنا نعمل بروفا. وما بده يجي ابو رشا؟ مين ابو رشا؟ المخرج. ستين اجا وما اجا مثل بعضها. يلا يلا نبدا نحن. بعدي لي لشو؟ حاولتني انت وياها. جاهزين؟ نعم استاذ. وانت جميل جاهز؟ لا تفصيل. جاهز ايه. نعم استاذ. بلشوا لشوف. خمسة اربعة ثلاثة اثنين. انت اجمل انسانة شافت عيوني. وانت اعظم انسان قابلته بحياتي. جمالك سحرني. رقتك اسرتني. انت حبي احبي. انت امل حياتي. وانت استوب. شوفي. شلون شوفي؟ لك انت حتى الرهين بالصحة. ليش قريت شي غلط؟ لا عم تقرا صح، بس انا يا اخي ما بدي اياك تقرا رايي، انا بدي اياك تمثل تتناوق بالانسانة يلي عم تغازلها وتدبل لها عيونك وتخليها تدوب بعيونك، وكمان انت تدوب بعيونها يا اخي. ماشي بحاول. وانا استاذ شلون لقيتني؟ انت كثير عظيمة بس عم تعملي اوفر. هوفر؟ هوفر؟ لا تجننيني، اوفر يعني عم تبالغي باحساسك. حاضر استاذ. اعطوني من الاول اشوف انتو اثنين. يلا
خمسة أربعة ثلاثة اثنين. أنت أجمل إنسانة شافت عيوني. وأنت أعظم إنسان قابلته بحياتي. جمالك سحرني ورقتك أسرتني. أنت حبي حبي. أنت أمل حياتي. أنت استو. لشوفي هي طلعت بعيونها. ما بيكفي تطلع بعيونها، لك لازم تشعر بالكلمة اللي عم تقولها. أنت عم تقرأ رأيي. لك يا جميل لازم تشعر بالكلمة لحتى تنقل الإحساس اللي ما بيلك. عفوا أستاذ، أنا رح فهمه. تفضلي أستاذ جميل. انسى أنك أنت مدير وأنا سكرتيرتك وعاملني على أساس أني حبيبتك، بيطلع معك المشهد منيح كتير. اسمع مثل ما عم تقلك. طيب جرب. يلا تعنوا. صعبة. أنت أجمل إنسانة شفتها بحياتي. وأنت أعظم إنسان قابلته بحياتي.